اجل من اجل من اجل اسلوب من اجل مستوى المعيشه يا شيخ. احنا خرجنا كأئمة خلف الشيخ متصحنون الدفاع على فلسطين. لا الشيخ لا الشيخ والدفاع الشيخ على راك رحتي بعيد يا شيخ. والدفاع يا شيخ عن الامه العربيه هل خرج من قبل يا شيخ انتهاك يا شيخ يا شيخ الاخواننا المفيدين في العراق يا شيخ رجاء العراق يا شيخ رجاء ما تروحيش بعيد الشيخ رجاء خرجنا انتم لا الشيخ هل خرج من قبل ائمه في الجزائر يتكلمون أو يحتجون على مستوى معيشتهم بصراحة؟ لن ولم يخرجوا رغم اللي أنا عشت كل عنده يعني 4000. اليوم راه الوضع إمام بين قوسين راه في ميزيرية إن صح التعبير. أنا أقول لك التكاليف الحياة صبحت صعيبة. إذا المطالب مادية الآن مطالب مادية مادية المطالب أي مطالب طيب كم لأن الإمام حاس أقول لك حاجة الإمام كي يمشي قدام البيسن يهبط راسه وقدام الخضار يهبط راسه ويجيه البيس اللي يقول له ها القرض حلال ولا حرام بلاك يخشى حتى باش يقول له حرام لانه يساله يساله الدراهم. ما لا وش حبيت نقول لك يا سي ياسر احنا قلنا الدوله تعطي للامام ما يكفيه كم كم نعم كم حدد لي بالتقريب الفقهاء باش نحدد لا انت حدد لي اليوم بالدينار بالتقريب اولا وقبل كل شيء يا شيخ رجاء خليني يا شيخ لا يا شيخ انا حبيت ناخذ من عندك اليوم فوائد. اخذ الاجره على الصلاه حرام ما تقوليش اخذ انت واخذ الاجره على مطالب ماديه حرام راك تقول لي وانما ياخذ الامام الاجره مقابل الوقت الذي يتفرغ له في المسجد. ممتاز كم تقترح؟ ما يكفي كم تقترح يا شيخ؟ مش كلامنا معليش كم تقترح انت راك عايش في الجزائر تعرف كم يحتاج الانسان كم تقترح شهريا مثلا؟ انا نقول يعطوه 8 ملايين في الشهر اقترح اقل قليل 8 ملايين 8 ملايين يعني ابتداء من 8 ملايين 8 ملايين وطلع اطلع يلحق ويعطوه سكن اجتماعي اجتماعي اي هذا لازم الامام ياخذ هذا ويعطوه ارض يبنوا له فيلا لا خساره فيه ولا مش خساره فيه ولكن ويعطوه كروسه ولا اللي يمشوا بالكروسه شنو كروسه الشيخ هذاك اللي يمشوا بها الوزاره هذيك السبحه هذيك الفيمي هذيك علاش